مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بقناتي. يا ريت انتم تحضروا هذا الفيديو، تنزلوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى تحضروا كل جديدة اول باول. اليوم رح نعمل حلو بارد لعشاق النسكافيه. رح نعمل بودينج النسكافيه بطريقة كتير سهلة وبمكونات موجودة بكل بيت. اولا لنعمل هيدي الوصفة نحن بحاجة لكوبين حليب سائل، طبعا بحرارة الغرفة، بس ما بدنا اياهم يكونوا سخنين، مجرد بحرارة الغرفة، او اذا باردين ما مشكلة. بدنا معلقتين كبار من نشا الذرة، بدنا نص كوب او ربع كوب سكر حسب نحنا قديه بنحب حلاوة البودينج. وهلا بشرحكن اكتر عن موضوع السكر بس نوصل له. بدنا معلقتين كبار نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان، اي ماركة انتو عندكن اياها، المهم تكون قهوة سريعة الذوبان. بدنا معلقة صغيرة كاكاو غير محلى، وبدنا معلقة صغيرة كمان سكر الفانيليا. وهدول هن مكوناتنا. خلينا نشوف وصفتنا سوا. اولا بطنجرة رح نحط الحليب، طبعا انا هون مستعملة كبيتين حليب. الوصفة اذا بتحبوا تعملوا اكتر بتدوبلوا كل المكونات. بس لكن حطينا الحليب، بنحط ملعقتين كبار نشا الذرة. المعلقتين الكبار نشا الذرة يعني ما بدهم يكونوا كتير طافحين ولا بدهم يكونوا مسح، يعني وسط مثل ما نكون شايفين. ومنحط السكر نصف كوب او ربع كوب حسب ما انتو بتحبوا الحلاوة. وهلأ منحركن على البارد شوي صغيرة بس لحتى طحين الذرة ما يعمل لي تكتلات على النار. مجرد تحريك شوي خفيف قبل ما نحطه على النار. مجرد ما يختلط معنا كل المكونات هيك، هلأ بنروح على النار على حرارة متوسطة. وخلينا نشوف خطوتنا التالية سوا. وهلأ حطينا طنجرة على النار، على نار متوسطة، وما بعرف إذا فيكم تشوفوها من عندي. بنحرك وهلأ بنضيف باقي المكونات. رح نضيف ملعقتين كبار قهوة سريعة الذوبان أو نسكافيه، وحنضيف كمان معلقة صغيرة بودرة الكاكاو الغير محلى، اللي هي يمكن ما تعطينا كتير هالطعمة بس تعطي نكهة مميزة جدا مع النسكافيه. واخر شيء رح نحط ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا. وهيك بنكون حطينا كل المكونات بالطنجرة. هلأ بنضل عم نستمر بالتحريك، ومن بعد ما يدوبوا كل المكونات عنا، كله هذا رح يدوب ما تعتلوا هام. من بعد ما يدوبوا هالمكونات مع بعض بندوق ومنشوف اذا ناقصها سكر حسب ما نحنا منحب. بدنا منزيد هلأ نسكافيه او سكر، ندوق قديش نسبة النسكافيه فيها والسكر. هلأ انا مبدئيا الطعمة هيك مناسبتني جدا، بس انتو اذا بتحبوا تزيدوا سكر او بودرة القهوة سريعة الذوبان فيكن هلأ تضيفوا قبل ما يبلش المزيج يجمد، لانه بس يبلش يغلي ويشد معنا ما بعد فينا نزيد اي شيء. فيا هلأ بتزيدوا سكر او نسكافيه او خلص هيك الطعمة بتكون منيحة. نستمر بالتحريك لحد ما المزيج يغلي عنا ويبلش يشد. طبعا لأن نحن حاطين نشا فأكيد هذا المزيج بده يشد.
طبعا هون بدي شير لشغلة كتير مهمة، انه هيدا النوع من البودينج بس نكون عم نعمله ممنوع نشيل ايدنا من التحريك، تحريك مستمر على طول، والا النشا بيعمل تكتلات وبلزق بالطنجرة وبتبطل وصفتنا طيبة ابدا. نحنا ما بدنا هالشي يصير، كرمال هيك بدنا نستمر بالتحريك لحد ما يبلش القوام يجمد عنا. من بعد ما بلش يجمد معنا المزيج، اكيد شايفين معنا وبلش يغلي، هلا بنضل عم نحرك وبنوطي النار على الاخر على اخف شي، وبنستمر بالتحريك لمدة تقريبا دقيقتين. مثل ما شايفين قد ايه ناعم الخليط عنا، بجنن. نستمر بالتحريك لمدة على القليلة دقيقتين، دقيقتين ونص ماكسيموم، ومن بعدها بنطفي النار وبنشوف شو رح نعمل سوا. ومن بعد ما شلنا هيدا المزيج عن النار، طبعا هو صار لونه غامق لأنه حطينا بودرة الكاكاو. أنا عندي الكاكاو اللونه غامق، بس ما بخبركن ريحة النسكافيه مع ريحة الكاكاو عاملين يعني ريحة خرافية. هلأ بكل بساطة منجيب هالخليط اللي عملناه، كتير بنصحكم تجربوه، نسكبوه بالكباية. هلأ طبعا أنا الكمية عملتها لكوبين مثل هول، او حتى كوبين اصغر. هلا انا بحب تقليل الكبايه، ف انتو حسب رغبتكم فيكم تحطوهم بكاسات، فيكم تحطوهم بكبايات يلي بريحكم، وحتى فيكم تحطوهم بجاط ازاز صغير كمان، كله بيمشي. تمام، وهيك بيكون شكلها من بعد ما سكبناها بالمج. ما بخبركن ريحتها قديش تاخد العقل. هلأ أنا حبيت بس للزينة هيك رشة نسكافيه على الوجه، وبقلكن ألف صحتين. وهيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت، بودينج النسكافيه. بتمنى تجربوه وتعطوني رأيكم فيه لأنه رح يعجبكم كتير. وإذا حبيتوا الفيديو لليوم ياريت تنزلوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى تحضروا كل شي بنزله أول بأول، وأنا بشوفكم بوصفة بعد أطيب. ميرسي.